اهلا وسهلا بحضراتكم في تغطيه اخباريه بنقدمها لكم من تلفزيون اليوم السابع. الحقيقه ان احنا خصصنا هذه التغطيه للحديث عن عدد من المبادرات اللي عملتها الدوله في قطاع الصحه واللي استهدفت بشكل اساسي المواطن محدود الدخل وكمان الفقراء. كتير من الناس ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بنعمه الصحه، ولذلك لما بيسمعوا عن هذه المبادرات ما بيحاولوش يسالوا عنها كتير او يفهموا حقيقتها. لكن زي ما كنا قلنا قبل كده، احنا دولة كبيرة فيها 100 مليون مواطن، بالتأكيد بتتنوع احتياجاتهم ومتطلباتهم وكمان مشكلاتهم. عشان كده وجب علينا نوضح ونفسر هذه المبادرات للكل حتى ولو للعلم فقط. احنا معانا زميلنا وليد عبد السلام، نائب رئيس قسم الأخبار ومسؤول ملف الصحة في اليوم السابع، علشان يكلمنا أكتر عن دور الدولة في هذه المسألة. في البداية برحب بيك يا وليد. احنا سمعنا عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، كلمنا اكتر عنها وازاي بتفيد المواطن. الحقيقة المبادرات الرئيسية من النقاط المهمة والمضيئة في الفترة اللي فاتت، خاصة في ظل اهتمامات القيادة السياسية بتوفير الخدمة الصحية لكل المصريين القادرين او غير القادرين. خلينا نقول نسرين الأول للمبادرات الصحية تم إطلاقها، أو ليه الرئيس أطلق حزمة الإصلاحات الصحية اللي تضمنت سلسلة من المبادرات المهمة، بلس إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودي الأمبريلا الأكثر تنظيما والأكثر تغطية لكل المصريين فيما يتعلق بالخدمات الصحية. طبعا بعد نظام جماعة الإخوان الإرهابية وتولي سيادة الرئيس المسؤولية السياسية، كان لازم يكون في إصلاح صحي سريع، لأن الخدمات كانت مترهلة والبنية التحتية فيما يتعلق بالمستشفيات. أستأذنك بس يا وليد، لو تبعد بس مصدر الصوت شوية عنك لأن في مشكلة في الصوت عندنا. اتفضل. طيب كده سامعيني كويس؟ اتفضل يا وليد، بحاول أسمعك طبعا، اتفضل. المبادرات الصحية جت في الأول عشان توفر الخدمة بشكل سريع لكل المصريين، بعد نقصها وتدنيها تدني مستواها فيما يتعلق ببعض المستشفيات وكده، اللي هنتعرض للحديث عنها فيما بعد، ونقول إزاي تم تنظيم المسألة وضخ استثمارات كبيرة جدا لإقامة وتجهيز البنية التحتية فيما يتعلق بملف الصحة. أيضا علشان الكشف المبكر عن الأمراض بيوفر مليارات الجنيهات سنويا لو الشخص تم إصابته بمرض ما ثم أنفقت الدولة عليه، وإحنا عارفين طبعا إن في نظامين صحيين كبار جدا الدولة بتتحمل أعباء كبيرة مادية، هو نظام العلاج عن نفقة الدولة، وإن المواطن ما بيتحملش فيه أي تكلفة مادية، ثم النقطة الثانية نظام التأمين الصحي المتعلق بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأيضا الدولة تتحمل فيه نصيب الأسد عظيم فيما يتعلق بالخدمة. وليد خليني انتقل معاك لنقطة تانية، احنا بنحاول طبعا نجاوب على أسئلة كتيرة جدا، خليني يعني واحدة واحدة معاك كده نعرف، وهي خاصة بفيروس سي. هل نقدر نقول اننا انتصرنا في معركتنا على هذا الفيروس اللي كان يعني بيأكل اكباد المصريين؟ خلينا اقول لك ان الدولة حتى هذه اللحظة لما سيادة الرئيس اطلق مبادرة 100 مليون صحة، تم توقيع الكشف الطبي على اكثر من 62 مليون مواطن مصري. برضو لازم نكون فاهمين ان احنا اصبح عندنا قاعدة بيانات صحية متعلقة ب 62 مليون مصري، وده ما كانش موجود قبل كده. المبادرة بتستهدف الكشف عن الأمراض المزمنة والكشف عن فيروس سي، وإحنا عارفين إن كان حجم الإصابات في مصر يتخطى الخمس ملايين إصابة. وأيضا من النقاط المهمة والمضيئة إن الدولة بقيادتها السياسية قدرت توفر للمصريين علاج فيروس سي بشكل مجاني في الوقت اللي كان بيتعدى سعره آلافات الجنيهات في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الدول الجوار أو الدول الشقيقة كانت تكلفة العلاج تكلفة باهظة، لدرجة أن الناس كان بيجوا يعملوا سياحة علاجية وبيتناولوا العلاج في مصر، نظرا لأن القيادة السياسية قدرت توفر العلاج لكل المصريين بسعر 1% من السعر العالمي.
خلينا المبادرة نذكر كمان لا تزال. المواطنين يا وليد ان طبعا يعني منظمه الصحه العالميه اشادت بدور مصر ووزاره الصحه في مكافحه والقضاء على فيروس سي، وطبعا ده كان ليه اشادات كبيره جدا دوليه. خلينا ننتقل معاك لنقطه تانية وهي تهم السيده المصريه. طبعا الرئيس في الحقيقه دايما كان ولا زال منصف للمراه المصريه بشكل او باخر، ونسمع دايما عن مبادره الصحه صحه المراه. المبادرة دي عايزين نعرف منك عبارة عن إيه وإزاي استفادت منها عظيمات مصر؟ المبادرة دي بتستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي، زائد الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والسمنة والقلب، وأيضا الكشف المبكر عن الصحة الإنجابية أو الأمراض المتعلقة بالصحة الإنجابية، عشان نقدر نوفر حياة صحية آمنة لكل السيدات، بتبدأ من السيدات اللي عندهم 18 سنة وحتى فيما أعلى من كده، يعني الأعمار متوفرة في أكثر من 4000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بيقوم بها فرق طبية نسائية متكاملة الفريق، يعني الفريق كله عبارة عن سيدات، بداية من الطبيب المعالج وحتى مسجل البيانات اللي موجود. المبادرة كل خدماتها مجانية، تم خلال الفترة الماضية تعميم المبادرة في كل محافظات الجمهورية، يعني تقدر نقول إن هي موجودة في كل الوحدات الصحية، والمبادرة من المبادرات المستدامة اللي هيتم تعميم كل الكشوف. يبدو ان احنا يعني قطع الاتصال بزميلنا وليد. على كل حال بشكره، كان عندنا ملفات كتيرة جدا كنا بنحاول نسأله عنها خاصة بملف الصحة، ولكن على كل حال بشكره على كل هذه المعلومات، وبالتأكيد هيكون في تواصل آخر قريبا جدا معاك يا وليد عبد السلام، نائب رئيس قسم الأخبار ومسؤول ملف الصحة في اليوم السابع. بشكرك شكرا جزيلا، بشكركم متابعينا على طيب المتابعة. عد هذه الفقرة زميل محمود حسن، وقدمتها لكم نسرين فؤاد، وانتظرونا دائما في متابعات إخبارية على مدار اليوم في اليوم السابع. إلى اللقاء.